شكرا زملاء في الكنترول، نعود نتواصل معكم ونتحدث في هذه المساحة مع ضيف عزيز ينضم إلينا داخل الاستوديو، السيد مجدي بخيت رئيس شعبة الخدمات الاجتماعية بمركز شباب وضد العقلي. مرحبا بك. مرحبا بقناة الشروق، أتاحت لنا فرصة أنه نعكس الصور الإيجابية لمنطقة وضد العقلي. احنا محتاجين لصور إيجابية كبيرة طبعا في المرحلة الجاية دي، وتحية لكم والله، انتوا شباب مميز بيقوم بأعمال كبيرة جدا وأعمال خدمية مميزة. قبل ما نبدأ احنا عاوزين نعلق على التقرير والمشاهد اللي شاهدناها واستخراجات بطاقة التأمين الصحي لأطفال دون سن الخامس، هذا مجهود كبير جدا، فنعلق على ما شاهدناه. البرنامج بتاع البطاقة العلاجية للأطفال دون الخامسة كانت بمبادرة من هيئة التأمين الصحي محلية جبل أولياء، وبالتعاون مع ديوان الزكاة بمحلية جبل أولياء. المسألة يعني جاءت بمبادرة من ديوان الزكاة، والمركز بتاع شباب وضع العقلي أدار البرنامج بتاع استخراج البطاقة دي. الحصيلة بتاعت اليوم ده مطلعين 356 بطاقة علاجية يعني أغلبية أطفال منطقة وضع العقلي. طيب متى بدأ شباب وضع العقلي العمل الخدمي في المنطقة أساسا يعني؟ والله يعني العمل الخدمي بالنسبة للشباب منطقة وضع العقلي بدأ في رمضان الفائت، بعد زي ما بيقولوا سقوط النظام السابق، وكان المركز مستحوذ عليه اللجنة الشعبية بالمنطقة، وكانوا زي ما تقول مكتفين الشباب من أي عمل داخل الحي. ما كنت بتقدم مبادرات يعني؟ ما كان في أي مبادرات، يعني حتى أي مبادرة بتكون يعني عن طريق ناس اللجنة الشعبية، فاللجنة الشعبية كانت يعني زي ما بيقولوا مكتفة الشباب من أي عمل خدمي بالنسبة للحي. فمجرد ما سقط النظام والشباب خاطبوا الجهات المسؤولة وتم تسليمه للمركز، المركز كان مستغل كمخزن، فالحمد لله يعني حاليا النشاط بدأ في المركز، يعني بالرغم انه المركز صغير وكده لكن يعني ما شاء الله يعني النشاط بتاعه اكبر من حجمه، يعني بيقدم خدمات كبيرة جدا على مستويات. الحمد لله. طيب اكيد في دراسات وفي معرفه للحياه اللي نحن عاوزين نقدم فيها كل اعمالنا ونقدم فيها المجهود الخدمي، خلينا نسال ويا ريت لو كلمت عن القطاعات اللي بتحتاج لتطوير بالمنطقه. والله اهم قطاعات عندنا في المنطقه هي قطاع التعليم وقطاع الصحه. فيعني الصحه زي ما بيقولوا مسميات الاثنين، يعني الصحه اللي صحه البيئه والصحة بالنسبة للإنسان ذات نفسه. يعني بالنسبة لصحة البيئة يعني حاليا بقت المنطقة وضع عقلي يعني مليئة مكدسة بالأوساخ والنفايات، فيعني حتى يعني نحن سمعنا إنه اللجنة الشعبية كانت متفقة مع اللجان بتاعت الأحياء الثانية على أساس إنه يعني يعملوا مكب في آخر محطة بالنسبة للمنطقة بتاعت وضع العقلي، إنها تكون مكب نفايات. يعني تكون مكب نفايات على أساس إنه يعني اللجان الشعبية بتاعت الأحياء الثانية تدفع رسوم بالنسبة للجنة الشعبية بتاعت المنطقة عشان تساعد في خدمات المنطقة، وهي بالعكس يعني دي بتسبب مشكلة بالنسبة للمنطقة أكثر منها هتستفيد منها ماديا. يعني هل الموضوع ده مستمر لحد يوم الليلة؟ والله لغاية دلوقتي مستمر. نحن خاطبنا الناس المحلية على أساس إنه يمدونا بالآليات والمعدات اللي بتساعد في نظافة المنطقة من النفايات، لكن يعني حجم المساعدة ضئيل جدا جدا مقارنة. ما كان في تجاوب منهم مثلا؟ والله في البداية ما كان في تجاوب، يعني ما كان في تجاوب، نحن بنمشي بنحنس وبنترجى وكذا وبتاع، في النهاية يعني الخدمة قليلة مقارنة بالحجم بتاع المشكلة يعني في المنطقة. يعني لغايه يوم الليله احنا اتصلنا عليهم الصباح على اساس انه يعني يبدونا باليات عشان نشيل باقي النفايات دي، فلغايه دلوقتي ما في اي استجابه. منتظرين يعني. طيب ده فيما يخص الصحه، فيما يخص التعليم، شنو مشاريعكم اللي عملتوها او ناويين تعملوها؟ والله في مجال التعليم قمنا بمراجعه المدارس عندنا، المدرسه البنين والبنات، يعني البيئه المدرسيه الاساس. البيئه المدرسيه يعني بيئه سيئه جدا يعني محتاجه لتاهيل يعني من الصفر، من نقطه الصفر. فنحن بمجهود الشباب عندنا مهندسين في المركز وكده عملنا برنامج بتاع مبادره بتاع التاهيل، مشروع اسمه مشروع مدارسنا، مبادره مدارسنا.
قمنا بعمل جدوى سرقناها، عملنا دراسة جدوى بالنسبة للمدارس، تأهيل المدارس. دراسة الجدوى دي عملناها قبل 3 شهور، كانت يعني التكلفة بتاعتها تقريبا حاليا 571 مليون. فيعني مفتقدين للداعمين اللي بيحلوا لنا البرنامج ده، لأنه يعني بالنسبة للشباب ذات نفسهم يعني الشغلة دي شوية صعبة عليهم. عملتوا حاجة طيب ولا لسه منتظرين؟ والله بدينا يعني من الحاجات البسيطة اللي قدموها الشباب بالدعم الذاتي، يعني جبنا سهريج موية بالنسبة للمدرسة بتاعت البنين، وحتى كانت ما فيها أي توصيلات بتاعت موية مياه شرب، يعني الطلبة كانوا بيعانوا معاناة شديدة من قلة المياه شرب في المنطقة. فالحمد لله يعني في فاعلين خير تبرعوا علينا بمبرد بتاع مياه، الشباب ذات نفسهم عملوا صيانة المبردات الموجودة أصلا في المدرسة، والحمد لله يعني أصل الطلبة مبسوطين جدا جدا، ونحن يعني سعيد لأنه المدرسة تكون بصورة أجمل من كده يعني إن شاء الله بإذن الله. الحاجة اللي تقنن في شكل مبادرة، لأنه نحن سمعنا يعني من خلال مجهودكم أنه في مبادرة اسمها مدارسنا، نعم. هل هو تقنين لنفس ما ذكرت ولا لا المبادرة عندها حياة برا وبتقوم بأشياء برا؟ والله المبادرة هي يعني غايمة بذاتها هي أصلا. طيب لكن بالنسبة للمبادرة يعني نحن عملنا المركز عمل حصري بالنسبة للحاجيات المحتاجات بتاعت المدارس، فيعني لقينا المدارس فاقدة يعني المراوح، فاقدة الإجلاس، فاقدة حاجات كثيرة جدا جدا. فالمسألة دي يعني بالنسبة للشباب صعبة بالنسبة لهم، فيعني الحمد لله احنا لقينا المهندسين، جبنا مهندسين عملوا لنا دراسة جدوى بالنسبة للبرنامج ده، وحاليا احنا سدي سعيد لانه يعني يعني نفتش الجهات الخيرية او المنظمات الخيرية على اساس ده شكل المبادرة. اي شكل المبادرة شفتها. فبالنسبة للحياة الأسد عملت أصلا يعني دي بالعون الذاتي بتاع الشباب، يعني تبرعات من الشباب وكده، فالحمد لله يعني بدوا في المشاريع البسيطة دي. طيب برضو خلينا نتكلم عن أهم مشاكل المنطقة بصورة عامة يعني والدلائل. والله أهم مشاكل المنطقة بيتلخص في التخطيط، يعني أهم حاجة يعني عندنا التخطيط بالنسبة للتعليم وبالنسبة للصحة عموما. يعني احنا حاليا عندنا مركز منشأ يعني تحت الإنشاء، يعني مركز صحي ايوه. فالمركز الصحي ده يعني مبني وما مشطب وما مستغل يعني، وما لاقين يعني ما عارفين هو اصلا كانت قايمين به اللجنة الشعبية السابقة كانت شغالة في البرامج ده، وبعد سقوط النظام العمل فيه توقف يعني. فنحن دلوقتي ما لاقين يعني مسؤول نسأله على اساس انه يكمل لنا البرامج بتاع المركز الصحي ده. فبالنسبه للمدارس والحاجات دي يعني بالنسبه للمدارس والنادي احنا قايمين بالعون الذاتي بتاعنا احنا ان شاء الله. جميل. انا عاوز اعود مره اخرى لاهميه يعني الموضوع، مشروع استخراج طاقات التامين الصحي للاطفال ذوي السن الخامسه. وانا اعود مره ثانيه لموضوع الداعمين لهذا المشروع. نعم. بالنسبة للداعمين بالنسبة للمشروع، هو زي ما قلت لك ديوان الزكاة محلية جبل أولياء وهيئة التأمين الصحي محلية جبل أولياء. كان في تحركات لأجسام تامية أبناء المنطقة من الخارج، المنظمات في تجميع؟ والله يعني نحن كمان ما ننقص من المساهمات بتاعة أبناء المنطقة بالخارج، يعني ما شاء الله الحمد لله، يعني لما نكون في أي مبادرة بتاعت مساعدة بالنسبة للمنطقة ما قاعدين يقصروا والله العظيم، يعني الحمد لله. يعني من ضمن الحاجات اللي ساعدونا بها بالنسبة للمركز الصحي، مركز الشباب، يعني دعمونا بشاشة، ويعني المساهمات الشهرية كل شهر قاعدين يرسلوا لنا دعومات من هنا على اساس انه نسير بها مركز الشباب. المركز. يعني. طيب الرسالة الأخيرة مجدي بخيت رئيس شعبة الخدمات الاجتماعية بمركز شباب الضلع العقلي للمواطنين في الضلع العقلي وللمسؤولين، لو حابب توصل لهم رسالة. والله أنا رسالتي بالنسبة للمواطنين والضلع العقلي، يعني الشباب زي ما بيقولوا كنز، يعني الناس يعني تحاول بقدر الإمكان يعني تساعدهم بأنه يعني يدوهم فرصة أنهم يساعدوهم، يعني هم نازل عايزين يخدموا وما عايزين أي عائد مادي ولا عايزين بس مصلحة المنطقة، يعني في النهاية هم يعني شباب المنطقة وأولادكم، يعني ما ناس جايين من برا وغريبين على المنطقة.
وبالنسبه للمسؤولين يعني احنا عايزين يعني يهتموا لنا بس بالحاجات الاساسيه بتاعت المنطقه بالنسبه للصحه التعليم الحاجات دي يعني المفروض يعني شويه يكون في اهتمام بالبرنامج ده يعني. فهذه الرساله الوحيده بقدمها للمواطنين والوضع العقلي والمسؤولين. طيب خلينا خصصها بالمحليه برضه. نعم والله المحليه هي طبعا هي بتلعب دور اساسي في 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 في, في, في البرنامج بتاع في, في في المنطقه يعني. فيعني يعني هم اترجاون انهم يعني يساعدونا في في الحياه دي يعني. يعني احنا قادر ما نجي هناك على اساس انه يساعدونا في البرامج دي. فما نلقى استجابه يعني حتى ولو اتلقت يعني بتلاقي بسيطه جدا جدا ضئيله بحجم الحاجه اللي احنا محتاجين لها يعني. الحوجه الفنيه. أيوة. بدي بخيط رئيس شعبة الخدمات الاجتماعية بمركز شباب وضع العقل شكرا جزيلا لحضورك لكل ما افدتنا به. شكرا جزيلا لقناة الشروق للمرة الأولى والثانية ونتمنى لكم المزيد من التقدم والازدهار إن شاء الله يعني. شكرا لكم وذات الأمنيات لكم بالتوفيق إن شاء الله وأن يحظوا كل الشباب في وطن السودان مثل هذه الخطوات لبناء السودان الوطن الواحد ما قد كان وما سيكون.